كوني ان انا بنت أصالة كانت حاجة فادتني كتير. طب اهلا، واضح انا شام الذهبي. حلمي من وقت ما كنت صغيرة ان انا اكون عالمة او ساينتست. بحب العلم من وقت ما كان عندي 8 سنين. بداية الجامعة لقيت ان انا interested قوي في تركيب الكوزماتيكس. لما روحت كامبريدج بقى روحت اخر حلمي وعملت هناك جزء من الدكتوراه بتاعي، كان برضو على الجلد، كنت بزرع جلد وبشوف ايه العناصر الخارجية والداخلية اللي بتأثر على الايجينج. لقيت ان انا عايزة اعمل حاجة مختلفة. انا في الاخر فتحت داو ديرما اللي هو احلى حاجة عملتها في حياتي. مامتي طبعا دعمتني، ادتني الفلوس اللي افتح فيه المشروع، ما كنتش هعمله من غيرها. عيلتي بالنسبة لي اهم حاجة في حياتي. انا دايما انا رجعت من كامبريدج مينلي علشان اكون جنب مامتي وعيلتي واحقق حلمي وانا جنبهم تحت ظل مامتي، يعني وانا في ظل العيله، عشان العيله بالنسبه لي هي الامان والسبورت اللي بيخليني اعرف اكمل في كل الصعوبات اللي بواجهها. مامتي هي اكتر حد انا برجع لها في قراراتي. في الامور الثانيه اللي ليها علاقه يمكن في الحاجات المور بيرسونال ممكن اوقات اعند معاها، خاصة في اختياراتي العاطفية ممكن أوقات أعند معاها، بس في الآخر هي اللي بتطلع صح. الأم دايما بتطلع صح. اليوم ده في العيادة دايما بقول إن هو من أجمل الأيام اللي أنا بقضيها في العيادة. أنا مش بس بستقبل الناس وبديهم خدمات بالمجان، بل يعني احنا بنحاول نعمل حاجة اكبر من كده كمان، ان احنا نقعد مع الناس دي ونحتويهم ونعمل لهم زي ثيرابي، وخاصة الناس اللي بتعاني من حروق، الناس اللي بتعاني من سكارز، الناس اللي عندها مشاكل جلدية بتأثر على نفسيتها. من وقت ما انا صغيرة عندي عقدة من مناخيري. زمان مناخيري كانت كبيرة قوي، كنت بمسك مرقات الغسيل واقعد احطه على مناخيري فاكرة ان كده ممكن يصغر. اول مرة العملية فشلت للأسف، وحصل ما كانش فيه سبورت كافي في العظام، فمناخيري مالت وده أثر على تنفسي. عملتها اول مرة وانا عندي 18، ورجعت عدتها تاني وانا عندي 22 سنة، والحمد لله دكتور عملها لي طبيعية. عملت حاجات تانية، عملت حاجات بقى عندي في العيادة، عملت فيلرز في التمبلز هنا، وعملت شفايفي بس مش عملتها فيلرز زمان، بس آخر حاجة عملتها بوسترز، بتبقى أخف من الفيلرز وما بتكلكعش، ما بتبقاش ناشفة، فبتدي إحساس ناتشرال للشفايف. حاليا بحاول ازود الحاجات الخيريه اللي بنعملها في العياده. ان شاء الله يا رب الخطوه الجايه ان انا افتح في الخليج. نفسي افتح فرع في سوريا، ونفسي اروح سوريا، ونفسي اعمل حاجات كتيره في سوريا. نفسي اروح سوريا واقدم اي حاجه انا يعني اقدر اقدمها في سوريا. شكرا، واضح.